والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. الحجيز هو راه كنت نمير رسم السفر كنت شكار الجريدة شتوكا بريس الأهمية لإطفاء القطاع الفلاحي والاجتماعي والسوسيو اقتصادي على المنطقة كلها. راه كنت نمير راه انتينار كنت شكار الحاجة دي سنات انتيني ميدن مبارك عواشركم رمضان مبارك سعيد تدي شك مربي سهنا الوفو الكيد المغفرة الذنوب إلى الجميع سواء المنخرط أنت بارك رمضان المنخرط إنه مبارك رمضان الفلاحة بصفة عامة في المنطقة نشتوك عيد بها سوس مساء وكذلك المغرب العزيز وكذلك خارج الوطن والمسلمين أجمعين. الحاج اللي سراني زوير بعد ما نساو في رمضان رانا أنه الاستهلاك في رمضان يخسر الإنسان يسمى جدا يسمى بأنه يطرى العقل في المواد الفلاحية سواء في التواريخ التاريخ الصلاحية وكذلك يحدي ربي في المنتوجات الغذائية الخضار والفواكه كيسن بها ريسيكوت في رمضان هذه فولكين دارا. في نفس الوقت رسمتني بانه قد كنا على اطمئنان لانه الجمعيه ارتكر ما في وسعها باش توعي الفلاحين باش تسن انواع المبيدات اللي استعمل باش حتى ولا التواريخ اللي تستعمل المبيدات باش الانسان يحريكس الغلطنس اي يحترم تاريخ اللي استعمل المبيدات وكذلك المبيدات اللي كان ممنوعه ان توعي ميدنا حتىني باش تستعمل ولله الحمد الفلاح كله درس التجاوب بفولكين القضيه. فيما يخص اللقاء لديني حسكر صاحب عامل صاحب الجلالة إلى إقليم شتوكا أيتبها أرتنسني مير بأرا سي جمال خالوق إرطاء لوقت تهديف القرار الحاج الصحي اللي سكر الحكومة بأفرام حمضانات بأنه تيلي الحاج من 8 دقوات على مثلا 6 نزيك صباح يغريح باش الخيرا أدوري قري التنقل أو السير العادي لتزويد الأسواق المغربية بالخضر والفواكه في أحسن الظروف. ولله الحمد نجتمع دي نطرح زي العدد المشاكل الاراء يوصل سنت يفاح وعود بانه الخيران اللي يفتو بسلاسه وبكل نظام وانتظام. ارتباه راه نشكر تسنين مير تنت تبارك الله وقت ما تلا ادنى حاجه اللي تشرك الجمعيه جمعيه الشتوكا المنتجين الفلاحيين وكذلك جمعيه البيع المهنيه اللي يخدم نحو القطاع. الحاجه هذه السنات اللي فرنساول رنا المهم فخورين ولله الحمد تعيين رئيس جمعيه الشتوكا للمنتجين الفلاحيين عضو محمد لكليه العلوم والاقتصاد نيت ملول. هذا شرف لنا الحمد لله رغم انه لنا تكليف مسجد شريف وانما ان شاء الله اللي بدا يفوت الجمعيه وهو العمل الجمعوي الجاد من اجل التنميه سواء التنميه الاقتصاديه التنميه الاجتماعيه كل ما يخص الخيرات اللي يقيسن افغان في المنطقه سواء الشوكا ايتباها سواء سوس مسا بصفه عامه يحولنا حتى تمازيرتنا دنحي عزان. الخيرات ولا زايده بلا فولكي الحمد لله غادي تتويج العمل الجمعيه قال الخيرات قال نوع من الشكر اللي تعتبر زود يكون شكر زود اعتراف للعمل اللي سكر الجمعيه من نابوس بكاسنياد منذ التاسيس ولله الحمد فغرت يفوت في فولكين حل القطاع كله بصفه عامه وكذلك فيما يخص المسائل الاجتماعيه التوعيه الصحه العمل اللي خدام يعني ونفكر القطاع الفلاحي كفلاحه فقط وانما كله ميلين ميلين ما يرتبط مدمس القطاع الفلاحي على المنطقه نفاس يفوت نماغ باش نسكم افكار اللي هي مزيانه الافكار اللي راه يعاون اللي راه يزيد مازال نحس قدام اللي راه ضعيف الخير بوفولكي يتمازيرتنا. نعم الجديد للجمعيه الحمد لله مؤخرا لان تتوجدني مؤخرا الا ان تتوجدني متيقا وهو نقدم طلب الانخراط حل الفيدراليه للبيع المهنيه للخضار والفواكه فعلا الحمد لله الطلب ندفعات الوقت اللي ندفعها وفانيت بانه تخصصات ديال الوثيقه الوقت اللي حزينا المجلس الاداري تخصصات ديال الوثيقه اللي تخصان وهو الوثيقه لتاسيس الجمعيه انا وياسن اذا استوفى الدوسي نحل الوقت اللي استوفى الشروط كل تنزل نحل العام الجمع العام نحضر نتكيس جمع عام متميز ولا كيس حوار ولا كيس نقاش رغم انه لا نقاش حاد ولكن كنت دائما نتيني كل ما يفول ما يفان ما يفك افولكي القطاع او القطاع الفلاحي بصفه عامه نحن مع الذي يكون موطن من القوه وفي الاخر تم قبول العضويه الجمعيه نحو الفيدراليه فعلا كنا نتني بانه تمنت اي كان الاساس النجاح كان قالت الحاج يحرك لا تمنت نوري لا والو نضال بربي هذا يوفق يوفق من الدار اللي نحب حماس الخيران والنوري فوق فولكي نضال بربي تيهدو
التهدو هذه نكون انت كاع افوز انتني افوس عفوس راني ستو تما زرتنا غير اللي كان راه يعني سواء فولكي سواء الفلاح سواء المواطن سواء المستهلكين او لا بصفه عامه وكل ما يلاح مزيرتنا. نعم نظرا للموسم الفلاحي ما تشتبه ايضا الحمد لله غلط ربما زرين يعني يحاولنا يعني ثلاثه السنوات الجفاف اللي زرين تاثر بزاف الفرشه المائيه حنا منطقه نشتو كايد بها تخيل اني مرت ميدني مرت فلاح يعني العدد ان وسادي زرينا كبهرة يا العدد الفيرما تيقني قلين خاصة اللي حسنوا للوامان حسدود حسد يوسف بن دجافين هناك ذلك ميدنا ما يقازنا 180 200 متر 240 متر وفامان يا العدد الفيرما يقن ولكن سيد ربي يراك رياضني وهو يروح سيمي كوامان الحمد لله يريد بعد يمي كوامان صلب راجات مؤخرا ليميك وامان فعلا حتى المسؤولين على القطاع المياه تلقني وامان البرجات مؤخرا من ابتداء من ابريل تلقني ميك وامان مدن وهو ساعتين في المثال النهار بعد على الاقل رد حرين مدن داروا لا وامان بدا يميك الانتعاشات بدا يميك الحركيه إيه الحمد لله وراه الا بالعلى خير حتى ربي كذلك دور انتم مشروع مقور تحليه وامان البحر اللي قال اللي ان شاء الله حتى يفوت مقور للمنطقه نشتوكا ايتبها على حساب الشعار اللي زاد ديتيس كان سي زوان وهو سوفون شتوكا يعني انقاذ منطقه شتوكا ايتبها ان شاء الله راه يفوت تيفوت نس على الاقل مد اللي استافدنين حوامان ناقص السموم من حماس الفرشه المائيه من غير ديت غلي شويه راه كيستافدني فلاح المزينين وكذلك تنتني ان شاء الله انا نتمنى بالنسبه غير سيخفر غصاد غير سيخفر شهر ربعه لا فان شهر ربعه انا غادي نطلق زويد المحطه وامان ديسي وما اكادير الكبير انطلاقا من المحطه تحليه مع البحر ان شاء الله انا غير اكتوبر يحسن ربي غادي نطلق العمليه الاولى لتزويد الضيعات الفلاحيه سليمان كان رسلنا العملية أردي استفد تقريبا 15000 هكتار يحول لنا ربما 18000 هكتار أبقى إلا غلاد ميد متقينين باش تستافد نحمس الخيرات وامان الريلين وامان البحر اللي راه يفتي يفوت ان شاء الله حول المنطقه كلوت ميدنا تستافد ان شاء الله راه الغلد اي الخيرات يحتلنا ربي راه ديالي وامان راه ديالي اهلا وامان راه ديالي الخضر ديالي العمل حيت العمل راه ديالي ميدنا تخدم يعني راه ديالي اطمئنان طمأنينه كاع اساس النجاح كاع اساس الاقتصاد كاع اساس الكري قالت يفك الخير للمنطقه نعم نعم على حنا دابا مقبلين على موسم الحصاد يعني ملي كتبنا من توجي سي طونزين صعمرك الحمد لله ميدني زعمنين ميدني زعمنين هادي راه دوكان 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 سرودنيميك ميدني الاول زعمنين شكون راك تيدين وانا كنتكلم في ربي كيسر ودن وهو اللي يتكلم في ربي غصب غصب ان شاء الله راه دوكان سرودنيميك لا يميك العماره ولكن لا ميدني قال لي لا حسن العوان والزعيم لا تكرز ولا والو ربما رد في حياه التيفوت غلاف القضيه انت يرزع بانه تلايات لاسورونس الضمانه التيسكاري فلاح اللي راه يكر زيدانس وهو الانسان يقدر في المثال يكر زيدانس في نفس الوقت يفتوك يسكر لاسورونس حتى حد يربو ديك من الزكواز على الاقل راه تعوض لاسورونس غير الفلوس اللي يخسر حويدانس تقريبا ما بين 17 16 درهم 20 درهم هذا يتخلص حتى 80 هكتار راه شفتو 1900 درهم من تعويضات يعني تقريبا هي نسكر الحساب انت فاهم بانه الانسان غير اللي يخسر حويدانس في المثال من الزريعات التراكتور اخيرا هذا راه يتعوض لاسورونس نضل بربي ميدن دي فلاح نحل المنطقه كذلك تزعمني ان شاء الله تكلم في ربي ولا الا بالعلى خير وانا يتكلم في ربي كيسر ودن.